إنشاء لجنة تحقيق بعد تسريب صوتي يتهم رئيس البرلمان بالفساد. مركز توثيق الإسلام السياسي ينشر تقريره السنوي محذراً من حماس. الهجرة تمنح النمسا الفرصة للنمو حتى عام 2080. اعتقال 4 جزائريين متهمين بتقطيع آخر أمام أحد محطات مترو فيينا. السجن المخفف لثلاثة سوريين قاموا بتهريب 212 شخص. السجن والغرامة لنمساوي استأجر قاتلاً $9,000 لدهس زوجته. مرحباً بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت وزيرة العدل ألما زاديتش عن تشكيل لجنة تحقيق بعد الكشف عن تسجيل صوتي من رئيس العدل المعلق عن عمله كريستيان بيلناتشيك. وأكدت زاديتش على أهمية وجود مدع عام مستقل لحماية العدالة في المحكمة، وطالبت بالشفافية وكشف الحقيقة من خلال اللجنة، ومع استمرار ضغط المعارضة لاستقالة رئيس البرلمان النمساوي فولفغانغ سوبوتكا، بقي حزب الشعب صلبا في موقفه، حيث كشفت التسريبات أن سوبوتكا كان يمارس الضغط على المحاكم. نشر مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا تقريره السنوي لعام 2022، الذي ركز على الهياكل ذات الأصل التركي والجماعات الإسلاموية المؤثرة. وأكد التقرير على أهمية بحث الإسلام السياسي بعد هجوم حماس، مشيرا إلى استغلال الإسلاموفوبيا وترويج حسابات تركز على الصراعات العالمية، كما أشار إلى استفادة فاعلين من هجوم حماس لدفع أجندة إسلاموية ونصح المسلمين بالحذر من تلك الدعاية. وركز التقرير على المجتمعات التركية، حيث بيّن أنه على اطلاع على نشاطات هياكلها في النمسا. توقعت إحصائية جديدة أن الهجرة سوف تستمر في تحقيق النمو السكاني المستدام في النمسا حتى عام 2080. وتواجه التوقعات تحديات في تمويل الصحة والرعاية والتقاعد، مما يؤثر على ساعات العمل والدعم المالي، ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 10.2 مليون بسبب الهجرة، مع توقع في انخفاض معدلات الولادة بدءا من عام 2030، وسوف تزداد فئة الأعمار فوق 65 عاما، وهذا يتطلب حلولا لتعويض نقص الكفاءات والمهارات. أعلنت وزارة الداخلية أنها نجحت باعتقال 4 جزائريين متهمين في جريمة قتل وتقطيع آخر أمام أحد محطات المترو في فيينا قبل 7 أشهر. واعتقلت الشرطة الجنائية النمساوية شخصا بعد الجريمة، ثم تم التعرف من خلاله على باقي أفراد العصابة المرتبطة بعالم المخدرات في فرنسا، حيث تم اعتقال شخصين هناك. وقعت الجريمة أمام محطة قطار الأنفاق ياجرشتراسي أوزيكس في 20 أبريل، وقد تم القبض على المشتبه بهم بالتعاون مع فرنسا والجزائر. أصدرت محكمة سالزبورغ أحكاما بالسجن ضد 3 من أصل 6 سوريين قاموا بتهريب أكثر من 212 شخصا إلى النمسا. وحكم على شخص بالسجن 24 شهرا، 16 منهم مع وقف التنفيذ، والثاني بعام مع وقف التنفيذ، والثالث بسجن عامين مع وقف التنفيذ، والأحكام نهائية بعد اعترافهم، ويتابع محاكمة 3 آخرين في ديسمبر. وقام المتهمون بأخذ مبلغ 600 يورو عن كل شخص، وقد تم مصادرة 2379 يورو وسيارة للتهريب في بداية التحقيقات، بعد تحقيقات معمقة قامت بها الشرطة أدت لمداهمة 7 منازل. أدين رجل نمساوي بالسجن 15 عاما في محكمة فينر نوشتاد، قام بتوظيف قاتل مأجور ليقتل شريكته السابقة. وقبل المتهم الحكم بعد اعترافه، وقال: كانت هذه خرافات سخيفة، عثر المتهم على القاتل المأجور من خلال الإنترنت المظلم، وقام بتحويل $9,000 له، وطلب منه أن يقوم بدهس شريكته ليبدو الجرم كأنه حادث، حيث قام بتزويده بصور عنها إضافة لعنوان سكنها،
وإضافة لحكم السجن يجب عليه دفع 29 ألف يورو تعويضا لها فيما لم تقبل النيابة الحكم. كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.